موريتانيا بيئة حاضنة وسفارته إبداع. بهذا الشعار افتتح ثم به اختتم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين فعاليات المهرجان السنوي التاسع للأدب الموريتاني، والتي استعرض خلالها الكتاب والباحثون مواقف وتاريخ شخصيات أدبية عديدة مثلت موريتانيا في مختلف أقطار المعمورة، فكانت سفارتها أهلا للذكر والاستحضار. هي نفسها سفارة للعالم العربي كله والأمة العربية والأمة الإسلامية، حيث أنها حملت من أقاصي الحجاز ودول المركز هذه الرسالة الأدبية والعلمية والمعرفية إلى هذه البلاد، ثم أنها بعد ذلك حملتها إلى جاراتها الأخرى. خلال فعاليات المهرجان تعاقب الشعراء على منصة البوح وأدلى كل بدلوه، وكانت الأرض مصدر إلهامهم الشعري. أشراف أبطال وبلد مليون الشعر كما شكل حضور تيدينيت رسم جزء من المشهد من خلال جلسة أدبية حكواتية أطربت مسامع الحضور. ولم يكن التكريم عن هذا ببعيد، حيث كرم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عددا من الشخصيات الأدبية والفنية كان لها الأثر البارز في إثراء الساحة الأدبية. هذه النسخة من المهرجان التاسعة كانت رائعة جدا، وأنا أول مرة نحضر لمهرجان الشعراء، شرفت منهم دعاوني رسميا وكرموني وحرصوا على وجودي أصلا في الافتتاح وفي الاختتام. وعلى الرغم مما بذل هؤلاء السفراء من إسهام أدبي، يبقى الأدب في موريتانيا يعاني من تحديات أبرزها انعدام النشر وغياب النقد بمفهومه العلمي بحسب المختصين. هنا وتحت هذه الخيام التقى الشعراء والكتاب الموريتانيون، باح الجميع بما أشادت القرائح واستحضروا أدوار من كان لهم السبق في تمثيل موريتانيا في الخارج، وأدلوا بذلك السترة على عام من العطاء الأدبي. لقناة ساحل، أحمد شعبان، نواكشوط. في شأن اقتصادي، شهد قانون المالية الذي صادق عليه